السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتابك إني صلاح مجتمع وفرق إني صدحات وحنكبل هذا بينها حديث كالح يطبن شان يطبن بينه قدام بيس حالي. الحديث السادس عشر حديث كالح يطبنات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة الله كرر نقض قال وحوي آية المنافق منافقة على مدى الوقر ثلاث صدح وي آية بمعنى علامة وي آية المنافق علامة المنافق منافق على مدى ثلاث صدح وي كو إذا حدث هدو شاكين حدث هدو الرمي كذب بين بشيقية وإذا وعد هدي للاب اللمنة أخلف بلنتي وكبحيا وإذا تمنى هدي لآمنان خان وخيامه. marka xadiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex buu ku sheegay oo wuxuu nabigu tilmaamay aayatul munaafiqi thalaathun munaafiq calaamadaha lagu garto waa saddex idaa xadatha hadduu sheekeeyo kadaba been buu sheegayaa wa idaa wacada hadduu ballan la galana akhlafa ballantii waa ka baxayaa wa idaa tumina haddii la aaminana khaana waa khanaya u khiyaamaya. marka munaafiq waa wax dhimadan qur-aankana aad buu ilaah ugu tilmaamay suuraddana suuratul munaafiq baa layidhahdaa suuratul munaafiqiin سورة النساء بها هذا شيء قرآن كعلماء مركة واحد المامين سدح بقول يلي حذن هايضوت إن المنافقين لقاها هاللي مركة وخطيرة وهي مركة قفكو مركة إنو آدي سقا إلا ليو منافق مركة معناها لو أدعو كل بعنا منافق من اعتقادي من فعلها لو أدعو قليا رواه البخاري والمسلم حديث. الحديث السابع عشر حديث كالتضبية طبعا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود الله كرر النقطة قال وحر عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحور عليكم بمعنى وحوي إلزم لازم عليكم كركينا بالصدق رن لازمة فإن الصدق رن يهدي وحيكوها نونين إلى البر وناك بر هو وحو البو وناك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى وهي كلمة بر مرك الرن وحيكوها نونين بولا فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر وناكنا يهدي وحكوها نونين إلى الجنة جنة وما زال الرجل قفك كمسؤول يئن معناها يتحرى وما زال الرجل قفك كمسؤول يستوق انه الرشيغي ويتحرى وكد ذاليو الصدق الرن وكد ذاليو حتى يكتب الى لوغه قرو او لوغه دغو عند الله الاكتي صديقا رلو انت اسمك مره ورنتي نتيجه كو دمات النبي واشيغ عليه الصلاه والسلام بانتي نوات وإياكم بمعنى وحو يحذروا إياكم وركدك تونادة وإسكا إلالية والكذب بان فإن الكذب بانتو يهدي وحيكوها نونين إلى الفجور فاسق نمو برقي كسور جداي وحو البو حمبا فجورة إلى الفجور حمان وإن الفجور حمانتنا يهدي وحيكوها نونين إلى النار النار وما زال الرجل وقف كمزولة رقي دمر عدودون هالنقضة يكذب إنو بين شيغي ويتحرى وكد ذلك الكذب بان حتى يكتب إلى اللغة قرى اللغة ديغو عند الله ألا أكتي اللغة ديغو كذابا بانال رواه البخاري ومسلم. حديث كان مركو حرنا بيكاه ليا خن ماشا يكوغو دمين يسيكو جين بان ماشا يكوغو جين يسيكو دمين أيو نبغ عليه السلام شاكي مركا حديث كو حلمي هذه فريق في الجنة وفريق في السعير ورنتو جنة يكو قينيسا برغو عقوة هنونين مركا منها واناك برغينا جنة يكو سي قينيا رنتو عقوة هنون عيناثي واناك يبر برغينا جنة يكو قينيا فجوركم عقوة هنونين يا نار نار مركا وطاوي حديث حديثك سديد يطبن. الحديث الثامن عشر حديثك سديد يطبن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحو قال وحو تجدون وحي ليسنا الناس ددك معادنا ان اصول يهين السلام معنا معادن اصول بركاس رسول كو شيغو خيار وخيارهم كو او خيارسون في الجاهليه وقت جاهله ددك وناغسنا اخلاق وناغسنا خيارك خيارهم كو او خيارسون وي في الاسلام اسلامك اذا فقهوا هدي فهمان ودينتي اللي فهمه وتجدون وحي ليسان خير الناس دتك كو او خير بدن في هذا الشان شانه معناها رنتن اشدهم كو او ادق له يغ كراهيه نعيب
وتجدون وحد ليسان شر الناس ضدك كو وشر بدن دل وجهين كو لبا وجيل ياشا كو لبا وجيل ياشا هو منافق الذي كاسو ياتي لائما هؤلاء كو بوجه وجه او لائما وهؤلاء كو كلنا بوجه وجه او لائما مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء برك حديث كان وكاد ليا معادن دتكو اني اصول او مركه دتكي جاهلي وناكسنا مركه هدي اسلامنا اني خيار نقنيان هدي دين تفهمان كو او شر بدن وتجدون معناها خير الناس تتكو او خر بدن في هذا الشان الدين تنشدهم كو او ادق ويله سي كراهيه كو نعا كفر يا كلمه يا حمانتي يعني بانتي وحي حنو دن وتجدون شر الناس كو او شر بدن وعيني يهين ايو لي نبي الناس دتك يدل وجهين مثل كلمه وجهله الذي ياتي هؤلاء بوجه معناها كوجه معناها كان دتك وجه اولى من قولاس وجه ولا تجي وهؤلاء بوجه كواس وجه ولا تجي مره حديث كو توسنيا انه مره قفكو ومره سيفوين غاس كو وناكسن او قاتو كو خن خن اسك الىاليو كو دقمو مره خلق وناكسن يا دباعد وناكسن يو تاس اسلام كان ان لبرتو ايا لا قادن اذا فقه في الدين دين تهدي فهمان الحديث التاسع عشر حديثك سقال إيه الطوبان أنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أبو موسى وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قحوليه إن الله ألا ليملي وأكسيتدريا وأكاديا واسوا للظالم قفك ظالمك قفك ظالمك إلا وأكسيتدريا إن الله ألا لا يملي وأكاديا وكرتا وأسوغا لظالم حتى إذا أخذه هدو قبطس لم يفلته مبحسنه مر هدي جيرت ما دو وقفك مركا لقبطو ظالم كسوها لم يفلته الله كمبحسنه مر ثم قرأ رسول قوح أخرين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد حديثك مركا آيات آسو أخرى إلهي وحليه وكذلك سيداسو كلا أخذ ربك ربك قبل شديسة إذا أخذ القرى أدو للأ مودا أما الدقمة وكو قبته والحال هي ظالمة أيضنا ظالمتاي إن أخذه اللقب شديسة أليم وحنون كونت شاي شديد مد أدقوي مركا حديثك وحنا تسينا يا قفك ظالمك إلهي سبحانه وتعالى وأوك هدينا وحلق يا أبو عفماد إلا سيو مال لسيو أبض لسيو والله سيتدارين يا هدي لكن الله قبته مر هدي غرغرة تماد فرعون بك سوقات يا ظالمين تي لم يتكها قال أنا ربكم لا على مركو يري ما علمت لكم من إله غيري مركي الله قبته الله غرغرني معه يري وان رمي وحر ابن إسرائيل رمين أي رميس قال أنا وقال عصيت قبله وكنت من المفسدين من إله يري مركا وظالم وكا ويا مركا والله سيتدارين ما علمت الله قبته لم يفلت وما بحسنه حديث كلاباتنات الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الله كرر النقد أنس بن مالك قال وحر أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحر أنصر أجرجر أخاك ولالك مسلمك ظالما هدو يسوي جردري أو مظلوما هدي لك جردري أنصر أجرجر أخاك ولالك مسلمك ظالما هدو يسوي ظالم يو جردري أو مظلوما أم لك جردري صحابة مركو وي قرتين ذا مظلوم هدو يهي ظالم كي سيل لوغو قرقاري فقال الرجل نبا مركو النبي ويديو وحيري يا رسول الله رسولك الله أنصره وأن أقرقاري إذا كان مظلوما هدي مظلوم يهو لغا قردري يهي أفرأيت بل إيغا ورن وحدي شاكتا إذا كان ظالما هدو يسوي قردري يهي كيف أنصره سيديبا أوغو قرقاري قال رسولك عليه الصلاة والسلام حيري تحجزه قنتي آيات قوانيسة تحجزه بمعنى وحوي هل كان لغا قنتدو مراد معويسة سروال كان لغا حدالها تحجزه هل كاسات قوان أو أمس تمنعه حد أديد وتكريبي من الظلم ظلمي آيات كريبه وردتك ظلمي كدابة دي فإن ذلك إن أتصدها سميسود قنتي كقبط معنى ظالم لماذا أما أتكريبتو فإن ذلك ناسوه كاسا قرقاس كيسا رواه البخاري ومسلم حديث البخاري يا مسلم باوري حديث كان عليه الصلاه والسلام قاعد يقول انه شاكي نمكي وري جاهلي وحيسمين شرين قفكا قر يا قردرا ولا معناها ولو قرقاري شر وسيم سومالي مانتا اسكتك ظالم با لوكال ميا
madluumka cidan kale male qofka daalimka waxa weeye waa loo kaalmay wuxuu rabu yeeli 10 qof buu dilay hebel buu dilay kanuu dilay magbaa laga bixin waa kan weeye annaga reebela reebela xabadku ma la garaacaya marka taas bay ku dhaqmi jireen hadday sida ashcaar ay dhahaan hadday qabiilada reebel ay wanaagsanaadana waa la wanaagsan hadday xumaadaana waa la xumaan taas qaacidada jaahiliga ayuu nabigu tuuray marka haddaan ku celinaa alxadiis alcushrun an anas bin malik radiyallahu tacaala canhu allah kara noqda qaal wuxuu yihi qaala rasuululahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yihi unsur u gargaar akhaaka walaalkaa daaliman hadduu daalimi oo gardaran yahay aw madluuman hadii laga gardaran yahay faqaala rajul nin baa wuxuu yihi ya rasuulullahi rasuulka ansuruhu waan u gargaarayaa hu hadduu isagu daalim yahay kaase idaa kaana madluuman macnaha ansuruhu oo kan waan u gargaarayaa idaa kaana madluuman hadii laga gardaran yahay afara'ayta bal ka waran idaa kaana daaliman hadduu isagu gardaran yahay kayfa ansuruhu seeban kan ugu gargaari qaala rasuulka calayhi salatu wasalam wuxuu yihi taxjuzuhu guntigaad qaban aw amase tamnacahu waxaad u diidi min adulmi gardarada oo dadka gardarada ka daabadi faina dalika inaad saas yeesho ayaa nasruhu gargaarkiisa marka xadiiska haddaan kusoo celino marka maadaama koobayno waqtigeena dadka ku dheerayno ma rabo xadiiska 16 can abi hurayrata radiallahu tacaala canhu anna rasuul allahi sal alay wasalam rasuul qaala wuxuu yidhi aayatu lmunaafiqi calaamada munaafiq lagu garto 3 weeye idaa xadasa hadduu waramayo kadaba been buu sheegi waidaa wacada hadii lala ballamana akhlafa ballanti waa ka bixi waidaa tumina hadii la aaminana khaana waa khanayaanaya rawaal bukhaari muslim alxadiidu 17 xadiiska 17aad an ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu allah ka raal noqday qaala wuxuu yihi cabdullahi ibn mascuud qaala rasuulullahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yihi calaykum korkiina haato bisidqi bimacnaa ilzimuu laazima weye calaykum korkiina bisidqi run faina sidqa runtu yahdi waxay kugu hanuunin ilala biri wanaag waina albira wanaaguna yahdi wuxuu kugu hanuunin ilala jannati janno wamaa zaala arajulu qofku kama zuulayo yasduqu inuu run sheegayo wayataxaraa uu ku dadaalayo asidqa run xataa yuktaba ilaa allaagtii looga qoro cinda allahi allaagtii sidiiqan runlow wa iyaakum ka digtoonaada bimacnaa wax deer uu ka digtoonaaday iyaakum idinka iyo walkadiba been faina alkadiba beentu yahdi waxay inagu hanuunin ila alfujuuri xumaan waina alfujuura xumaantuna yahdi waxay kugu hanuunin ila annaari naar wamaa zaala arajulu qofku kama zuulayo kadibu inuu been sheegayo wayataxaraa uu ku dadaalayo alkadiba been xataa yuktaba ilaa looga qoro cinda allahi allaagtii kadaaban beenaale rawahu albukhaari wamuslim xadiiska 18 alxadiis 18 can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala aba hurayra wuxuu yihi qaala rasuululahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi tajiduuna waxaad helaysaan annaasa dadka macaadina usuul inay yihiin khiyaaru midka ugu khiyaarsanaa fi ljaahiliyati jaahiligii markii la ahaa gudaheeda khiyaarumkooda ugu khiyaarsan wey fi lislaami islaamka gudihiisa idaa faqihuu hadday fahmaan wa tajiduuna khayra annaasi dadka ugu khayr badan waxaad helaysaan fii haada ashani sha'nigan iyo diinta ashaduhum lahu karaahiya kuwa naca kufri iyo gaalnimadii inay ku noqdaanoo diinta islaamkana ku dhaqmaya xumaan iyo wanaag iyo macnaha jahliga ka carara wa tajiduuna waxaad helaysaan shara annaasi kuwa dadka ugu shar badan dalwajayni kuwa labawajiilayaasha alladii kaasuu labawajiilo ya'ti oola iman haa ulaa'i kuwaasi biwajhin weji oola iman wahaa ulaa'i kuwaa kalena biwajhin weji oola tegaya rawahu albukhaari wamuslim alxadiidu 19 xadiiska 19 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قحور إن الله لا يملي وأكاديا وأسيت ديريا وأسغا للظالم ظالمك حتى إذا أخذه حدوس قبتمر الله لم يفلت مبحصده ثم قرأ وحو رسولك أخري وكذلك سداس أخذ ربك ربك قبل شديس حتى إذا أخذه حدو قبته القرى دل أما دقم أما ودن وهي ظالمة يدو ظالمة إن أخذه اللقب الشديس أليم ومدحا وجسو شديد درا رواه البخاري والمسلم الحديث 20 حديث قال لواتنات عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري انصر وقرقار أخاك ولالك ظالما هدو ظالم يوقر دريهي أو مظلوما هدي لك قر دريهي فقال رجل نبا وحوري يا رسول الله رسول قال له أنصره وان أقرقار يا هو أكاسا إذا كان مظلوما hadduu isagu gardaran yahay laga gardaran yahay oo madluum yahay afara'ayta bal waxaad iiga warantaa idaa kaana daaliman hadduu isagu gardaran yahay kayfa sideeban ansuruhu hu oo kan maaragtay daalimkaa aan ugu gargaaraya qaala nabigu calayhi salatu wasalam wuxuu yihi taxjuzuhu guntiga ayaad qaban hu oo kaa daalimkaa aw tamnacahu hu oo kaa daalimkaa waxaad ka manicii min adulmi dulmiga
فإن ذلك إن سيدها سميسو أو تقنتك كقبطة أما تديدو أو قردرات دات كدا أتراضو نسره كاسا قرقار ورواه البخاري ومسلم. هل قاسا قدر استاغي أنه جزاكم الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.